عنه وأرضاه، كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن هذا الحديث عظيم التعلق بالآية التي ذكرناها، وذلك أن فيه من المعنى أنه لا ينوبك من الاسم إلا على قدر ما أخلصت من النية. نحن نعيش اليوم في عالم غيب عبادة الله عز وجل والقصد إليه وإرادة وجهه من الأعمال والأخلاق والتعاملات والمشاريع، فوكل الله سبحانه وتعالى إلى الأمة الإسلامية أن تبقي هذا الأصل الأصيل في عالم يكتنفه الفساد. فالمسلمون يراد منهم ويراد لهم أن يمتازوا ويفترقوا عن سائر الأمم بشيء يخص المقاصد التي تحرك أفعالهم وأعمالهم ومشاريعهم، وهي أنهم يريدون بكل ذلك وجه الله الكريم سبحانه عز وجل.